السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده ديال لونتربرونور ماروكان. اليوم حنايا تلقاو انس يقين. دونك شكرا كريم. انس يقين 28 سنه، رحاله. دونك فوالا طول رحاله مغربي، وربما كتعرفوه كاملين، واللي ما تيعرفوش هو لو جون ماروكان اللي دار تور دو ماروك ابيي في 5000 كيلومتر. 5000 كيلومتر في عامين، في عامين ديال المشي متابعه. فوالا فوالا. دونك ما جيناش نهضروا على انس يقين رحاله، لان كاين بزاف ديال الفيديوهات وبزاف ديال لي زيميسيون اللي داروا معاه باش يعرفوا بالبروجي ديالو. اليوم جينا نهضروا على الجانب الاخر ديال انس يقين، بيسكو البرنامج سميتو لونتربرونور ماروكان. دونك نهضروا على كيفاش واحد اللي ما خدامش، ما عنده ما يدام، تيتمشى تيدور المغرب على رجليه، وتيوجد لو تور دافريك حتى هو يا دافلونجاج سميتو. Donc une Rosalie. Donc la Rosalie est une voiturette à pédale. D'accord. Donc باش نبداو directement Anas Yaqin كيفاش تخدم، كيفاش تعيش؟ دونك غنرجع شويه للور. وانا نهار اختاريت مثلا اني نهار قررت ندير المغرب على رجلي، ف وي كملت الرحله ديال عامين. تما تتحط في واحد لو كارفور ديال واش هادي الحياه اللي بغيت واللي غنبقى عايش فيها، ولا غير واحد المرحله عابره في حياتي ديال انني خديت دو زون صاباتيك اللي غندير فيها لو فواياج. دونك بيسكو لقيت راسي في الحياه الرحله، دونك قررت انني خصني نكمل حياتي وانا تنسافر. دونك فاش ناخذ واحد لا ديسيزيون باغي خصني اوتوماتيكمون باش نعيش وباش نقدر مثلا نمول هاد الرحلات. دونك تما جات الفكره ديال ان وسي ميساج لكاع الشباب وكذا، هو ديك لا كونسيلياسيون ديال لا باسيون اي لو ترافاي، واني نجمع ما بين المتعه ديالي والعمل ديالي. مادام المتعه ديالي انني نسافر ونخرج ونتلاقى الناس ونتعلم، فكان خصني نربطها بواحد العمل اللي غيخليني نبقى ندير هذاك الشيء اللي تنبغي. دونك تما جات لا ديسيزيون ديال انني نتعلم مثلا لا فوتو لا فيديو، وكاينه دابا حتى الكتابه. دونك كاين واحد القضيه دابا اللي ولا واحد الحاجه جديده في العالم ديال السفر، اللي هما تتسمى لي ترافلوغ. دونك ان ترافلوغ سي اي برودوي تنقدروا نخرجوه من سفر، كو سا سوا ان سبيتش دونك اون كونفيرونس، ولا المهم اون ايميسيون، ولا ان ليفر، ولا اون اكسبوزيسيون فوتو، ولا شي حاجه. دونك هادو كاملين تيتسماو دي ترافلوغ. دونك شنو تندير انا دابا كيفاش باش نقدر نعيش وكذا، وانني جو بروبوز دي ترافلوغ. وانا مثلا خدمت مع ميدي ان في ساعه قبل الفطور، هذاك سي ان ترافلوغ. دونك سي واحد لو برودوي اللي تنبيعو انايا، مي اترافيغ ان فواياج كو جي فيكو. دونك عشت التجربه ديال عامين على رجلي اترافيغ المغرب، ليكسبيريونس ولا شويه من ليكسبيريونس اللي تعاش هو اللي داز في ميدي ان، هو اللي تبع الميدي ان. كاينه مثلا دابا انني شوي اون فاس دو ريداكسيون ديال لو بروميي ليفر اللي تا هو غادي يخرج يتباع. كانوا دي فوتو اللي تباعوا، واحد الوقيته تنكتب مع ان ماغازين باغ اكزومبل. دونك هادو كاملين سي 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 خدمه اللي تقدر يعيش منها الانسان، اللي تقدر تخليه انه يسافر. داكوغ. هاد الخدمه هادي اللي كتخرجها من لي فواياج ديالك باش تقدر تعيش بلا باسيون ديالك، او ميم طون راك خدام، كيفاش غادي دير لها؟ بيسكو تنهضروا على ان موديل. دابا انت ماشي سالاري، وي شنو نسميوك؟ نقدر نتسمى اوتو انتربرونور. اوتو انتربرونور ديجا كرييتي شي انتربريز؟ كرييت اون انتربريز اون باتونت اللي تتقدر انك فاش تجلس مع واحد مع ينشان ولا مع اي كليون، فعندك واحد تقدر تفاكتوري لي سيرفيس ديالك. دونك داكوغ. دونك ربما انا حيت متبعك من بكري، تنعرف بانك تدير بزاف ديال لي كونفيرونس. واش لي كونفيرونس اللي كدير سي دي كونفيرونس فابور ولا كتخلص عليهم؟ اغلبهم فابور. دونك اغلبهم فابور، لان باقي حتى هذه القضيه في المغرب ديال ان غادي نعيط عليك باش تهضر على واحد ليكسبيريونس ديالك، اشياء باقي الناس تجيهم ان راه
فوالا الانسان راه جالس مسالي راه سوقت معايا تعلي راه يجي يجري فرحان تيهضر وي حتى دابا تنديرها باغ بليزير باسكو تعجبني نبقى نعاود لو فواياج ونهضر عليه دونك اغلب لي كونفيرونس اللي تندير تنديرهم فابور سورتو بوغ لي زيتيديون ولا بوغ لي زيليف عاوتاني في لي ليسي وكذا سينون كانوا دي كونفيرونس بوغ دي زونتربريز اللي هما عرضوا عليا كذا واللي هو تيقول لك فوالا راه غادي نعيط عليك بوغ pour une conférence ديال ساعه ساعتين وغادي ها لو كاشي وكذا دونك مزيان ماشي شي حاجه اللي زوينه انك تقاسم واحد التجربه بحال هذه مع واحد العالم اللي بزاف الناس تيجيب لهم انك انت راك بحال ساخط عليه ولا شي حاجه لا كاين دابا دي زونتربريز اللي الناس بلا كرافات بدي بيرو اي تو اللي تعيط عليك انت يا باش تهضر عليه ليكسبيريونس اي جو تروف كو زعما شي حاجه اللي زوينه بزاف داكور دونك لي كونفيرونس كديرهم غراتويتمون بالنسبه لي زيتوديون وي وبالنسبه لي زونتربريز كيخلصوك مي جو بونس واش كتفكر ان من بعد ستركتوري هذا لو سيرفيس هذا دو تيل فاسون انك اننا اللي كنعرف بعض المرات تتمشي ديبلاسمون جو سي با العيون غتشوف ورزازات غدير كونفيرونس طنجه راه خصك باش ديبلاسا خصك باش تسكن وداك الشيء دونك واش زعما واش كتفكر في هذه الفكره ديال ان نورمالمون خاص تولي تخلص على لي كونفيرونس ماشي باش تخلص للناس هذاك الخلاص اللي عطاولك ما القيمه ديالو ما كتوازنش القيمه ديال داكشي اللي تعطي جوست باش تقدر تفونكسيوني عندنا حتى صوفي الا كنتي وارد شي حاجه لا لا ما وارد والو عائلتي على قد الحال وتانا على قد الحال وكذا دونك بزاف ديال الناس يسحبوا تجيب لهم انا راه لاباس عليا وكذا لا انا تزدت وكبرت في حي شعبي وجبونس دابا اغلب الناس ولاو عارفين انا راه ولد سباته ولد 04 عائله بسيطه جدا غير هو اللي كاين وانني تقاتلت واحد النهار مع واحد الحلم انني نحقه وحققته باقي مقاتل فيه باش انني نقدر نعيش منه وكاين غير امتي ميساج غنحاول نوصلو كريم هو ان اللي ولا خطير في الامر سورتو في, 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 في المجتمع ديالنا ولاو بزاف ديال الشباب تيجيب لهم الله ان اللي قدر يوصل يدير راه لاباس عليه ولا تزاديت انا ما لاباش عليا فانا راه تحكم عليا من الاول انني ما نقدرش نوصل لا كاينين دي جون اللي بوالو وقدروا يحققوا شي حوايج كبار الاشكال اللي باقي عندنا على قضيه لي كونفيرونس مثلا هو باقي ما عندناش في المغرب مثلا لو ستاتيو كونفيرونسي اللي واحد خدام شنو هي خدمته ان كونفيرونسي باقي ما عندناش دونك كاينين الناس اللي حققوا حوايج كبار اكثر من مثلا ليكسبيريونس ديال شي حاجه اللي باقي حتى هو تيعيطوا عليه في ديزيفين شي حاجه اللي ما تي يا ربي يخلصوا ليه غير لو ديبلاسمون ديالو دونك باقي هذاك لو ستاتيو ديال هذاك الشيء باقي ما وصلش لنا الفكره ديال انه اميتي كيف ما حتى لو ستاتيو فواياجور درت مثلا شاركت في دي فيستيفال على فرنسا دي فيستيفال دو فواياج دونك دي فيستيفال دو فواياج دونك تتولي في واحد لو بيريمتر صغير بزاف تتلاقى مع اون سونتين دو فواياجور اللي كل واحد وشنو دار اغلبهم سي دي اوروبيان الناس ما وصلوا ان راه لو فواياج سي ان ميتي ان فواياجور سي واحد الانسان اللي خدام اللي عنده اون باتونت ديالو اللي خدام سواء مع 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 مع, مع لوفيس ناسيونال ديال التوريزم سواء مع دي مينيستير ديال التوريزم سواء مع دي اجونس دي زوتيل كذا 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 حتى فاش تلقى جوج الناس تما تيهضروا وتيجي تيقول لي انا راه غنضرب لازي على حمار سي ان سوجي كي تري 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 سيريو ماشي زعما ديك ديال راه غير واحد البلان غندوزو واحد الوقيته في حياتي لا الناس هادرين تيهضروا على ان بروجي تيهضروا كذا هنا في المغرب باقي وعاديه ماشي زعما جو شيرش مو بلاندر ولا نتشكا ولا علاش حكا فرنسا وكذا لا لا حنا فرنسا حتى هما قبل ما يوصلوا هذاك الشيء راه دازوا حتى هما من هنا اي دونك اللي علينا حنايا مثلا الشباب المغربي اللي تيسافر هو اننا ندفعوا بهذا 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 لو دومين شويه لقدام ندقوا شويه البيبان ان راه ماشي عيب مثلا دابا واحد الشاب مغربي يمشي يدق على لوفيس ناسيونال ديال التوريزم ويقول لهم باغ اكزومبل راه غنخدم لكم على دي كابسول اللي غنسافر في المغرب وغادي نصورهم دي كابسول ديال 3 4 دقائق واللي غتخلصوني عليهم القد والقد انا حتى تجيني سر النجاح ماشي هو ان الانسان يكون خدام في تيل وتيل بوست ولا تيتخلص تيل وتيل صالير هو ان الانسان يوصل واحد النهار يدير شي حاجه تيبغيها ويتقن هذيك الحاجه اللي تيبغيها دونك ماشي عيب ان الانسان يعيش من واحد الحاجه من لا باسيون ديالو داكور بارفي دابا عندك ستاتيو ديال اوتو انتربرونور كتحاول تخرج دي سيرفيس دي برودوي من لو فواياج ديالك
كيفاش تكوميرسياليزي هاد الشيء اللي كدير دابا؟ لحد الساعه دابا باقي تقريبا كاع هاد الشيء اللي كاع هاد لي سيرفيس ديالي اللي تباعوا فكاملين كانوا دي زانفيتاسيون من عند دوك الناس. ميدي ان هي اللي عرضات عليا. دي زونتربريز كبار بلا ما نقول سميهم هما اللي عيطوا عليا بوغ دي كونفيرونس. دي فيستيفال في فرنسا هما اللي عيطوا عليا. كونفيرونس امريكان هما اللي عيطوا عليا. باقي ما وصلش انني انا نبيع راسي براسي وكذا. بوغ اون ريزون اللي هي تري تري سامبل واني باقي ما تنعرفش. ما تنعرفش نبيع راسي، ما تنعرفش نهضر على الفلوس، ما تنعرفش تجي حتى الفلوس تنتبلوكا الوغ كو سي شي حاجه عاديه. مي هادشي راجع لتربيتنا وانا في تربيتنا في المجتمع ديال المغربي عيب تهضر على الفلوس دونك باقي ما وصلش لانني انا نمشي عند الناس وكذا. وتنقول الا كانت بقات غاده بحال هكا انني غير بدي زانفيتاسيون وقادر نكمل في هادشي اللي انا غادا فيه مسلكاني انت حتى سي موديل وتتبقى بهذيك تتبقى عزيز، تتبقى خفيف، تتبقى بهذيك ليماج زوينه ديالك وانك تو تيمبوز با ما تمشيش انايا ونطلبك باش تدوزني باش تخلصني. لا الا تيعجبك هادشي اللي تندير وسات انتريس وباغي تستافد منه تتعيط عليا تمشي عندك بكل فرح. كاين دابا ولات سكون ابل لو نوماديزم ديجيتال. Donc c'est واحد un mode de vie, c'est une alternative في الحياة اللي ولاو الناس اللي خدامين دي سالاري بور دي زونتربريز اللي تلقى الخدمة ديالو ما عندها مثلا بارفوا حتى علاقة بالسفر اي بورتون ما تيمشيش للبيرو عايش في اون كومبين كار ولا شي حاجة ديما اون ديبلاسمون ديما يلي اون فواياج خدام ا ديستونس و تيوصلوا للسالير ديالو. هضرتي على النوماديزم ديجيتال، هضرتي على لا فورس ديال الانترنت، بغيت نسولك واش انا سيقين ولا الياكينز بيسكو دابا راه عائله ما بقاش غير بوحديتك، ما بقيتيش غير بوحديتك، واش عندكم ان سيت انترنت؟ يعني باش انا ولا اي واحد بغى ياخذ ويعرف شنو هما لي سيرفيس اللي عندكم يتواصل معاكم. دابا بدينا بواحد سالات ليكسبيريونس ديال المغرب، ليكسبيريونس ديال المغرب تخدمات ب ب ب بواحد العفويه بشي حوايج عاديين بساط. لو بروجي اللي كنشوفو انايا ان بروجي صغير كبر في عينيا كبر في عين عند الناس. دونك غندوزو دابا لو بروشان فواياج اللي هو لافريك بوندون 7 اون. فلا انا لا امل تنفكرو كبير ماشي من ناحيه الفلوس، تنكبروا ان نعطيو ان برودوي زوين، نعطيو واحد ليماج زوينه، نعطيو واحد لو كونتوني زوين تا هو غيكون تا داكشي اللي غنخدمو عليه مثلا في لو بروشان فواياج فيه شويه دقان على المسؤولين ديالنا اننا راه كاينين شاب ماشي انا ولا امال، كاينين بزاف دابا ديال شباب مغربي تيسافر وافيك دي ميساج زوينين افيك ان كونتوني زوين. دونك بدينا قلنا باش نقدروا نحققوا واحد الحاجه كبيره فخصنا ندورو بينا ايكيب اللي زوينه واللي ان كل واحد تيفهم في الاختصاصات ديالو وكاين شي حوايج اللي ما غنفهمهمش انا وامل فما غاديش نتلاحوا لهم. دونك بدات الخطوه الاولى هو درنا اون كولابوراسيون مع واحد لونتربريز وانت كريم تتعرفها مزيان اللي غنبداو بها نقدروا نذكروا سميتها زين اللي هما هاينس. دونك هاينس اللي لانفيتي ديالهم كان في الحلقه ربما الثلاثه اللي جن ماروكان قنيطريين بداو من مدينه صغيره في المغرب وصلوا انهم تيخدموا مع شركات بحال ابل بحال اميريت ريد بول اي تو. دونك تتقول هاد الشركات الكبار اللي تاقوا في دو جون من قنيطره فاش غنجيهم انا؟ دونك بالعكس نهار عيطوا لي مشيت تنجري فرحان حيت تعرف ان الا كنتي تتفكر كبير حتى هذوك الناس تيفكروا كبير دونك تنطلقوا. دونك غتكون لا كرياسيون ديال لو سيت ويب ديالنا دونك غيكون فيه ان بلوغ وغتكون فيه هادو لي دو روبريك برينسيبال اللي غيكونوا في لو سيت. دونك سي ان بلوغ اللي سي ان جورنال اللي تنهضروا فيه على كل نهار ديالنا مثلا ولا كل سيمانه. وكاين لا بارتي فيديو بيسكو باغي نخدموا على اون سيري ديال لي دوكيومونتير. دونك لو كونسيبت سميتو يا كينز راوند افريكا غيكون يا 15 راوند موروكو يا 15 راوند موريتانيا وغادا. دونك في لي سيكونتين دو بي كون فا ترافيرسي. دونك غتكون مثلا حلقه على كل بلاد واللي غنشوفوا فيها سورتو لاسبي لو كوتي كولتوريل دونك الثقافات ديال الناس ديال هذوك القبائل هذوك لي تريبو كنا
اي دونك غيكون هذا هو الهدف. دونك بدات بلو سيت ويب. الويكاند جاي ان شاء الله عندنا عاوتاني واحد لا ريونيون مع واحد الشاب اللي هو انس الاسماعيلي. دونك انس الاسماعيلي جو بونس الناس بزاف اللي تيديروا لا فوتو ولا فيديو تعرفوه مزيان. دونك انس غنشوفوا معاه حتى هو واحد لا كولابوراسيون اللي غيكون فيها لو كوتي فيزوييل. دونك لي دوكيومونتير اللي غنخدموا عليهم ولا لبانو دي كونسيبت وحدين اخرين نقدروا نخدموا عليهم بوندون سي 7 اون. فانس غيكون داخل فيهم بور تو سكي مونتاج اي تو. دونك بارفي. دونك جو بونس كو هضرنا تقريبا على كاع لي كوتي ديال الجانب ديال المقاولات فسميتو. دابا ندوزو لاخر ربما اللحظه ديال هاد الانترفيو هذا. بغيتك تعطي ان كونسي لان هاد ليميسيون تتفرجوا فيها بزاف لي زيتوديون اللي عندهم الفكره انهم يكريو دي زونتربريز وكيتفرجوا فيها ميم دي زونتربرونور والله بادي. وكنعرفوا بان اصعب حاجه في لونتربرونوريا هي البدايه. كيفاش كتبدا كتسميتو. دونك انت كيفاش كانت البدايه وشنو هما لي كونسي تقدر تعطي للناس اللي يلاه بادين ساشون كنت ما عندكش ان سيرفيس كي تراديسيونيل؟ وي وي. دونك اول حاجه بعدا باش نفهموش ديال ان ما كاينش ان شيما تيب ديال 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 الحياه. انا ما كاينش مثلا راه الا بغيتي تكون واحد تيسافر راه ها لو موديل. بغيتي تكون ان اونتربرونور خصك تكون لابس كذا وبيرو كذا ها لو موديل. خصك بغيتي تكون كذا راه لا نقدر ندير هادي وهادي وهادي وفي دقه واحده دونك وي تنسافر تنسافر تقريبا كاع الوقت. مي هادشي سا مونبيش با انني تكون عندي لونتربريز ديالي اللي تنقدر نعيش منها وتنقدر. دونك حاولت نجمع هاد جوج. وهذا هو لو ميساج اللي حاولت نوصل في الاول هو ان سر النجاح بالنسبه لي يعني ونقدر الهضره ديالي تحتمل الصواب كما تحتمل الخطا هو انني نجمع ما بين العمل والمتعه. بالنسبه لي هذا هو النجاح. دونك حاولت نجمعهم حاولت انني نعيش من واحد الحاجه تنبغي وهذا هو لو ميساج اللي تنحاول نوصل. الفلول كانت صعيبه ما كانش صعيبه جو بونس انا ليكسبيريونس ديال لي دو زون اترافير المغرب كان هذاك هو هذاك هو راس المال ديالي هذاك هو لو كابيتال ديالي اللي بنيت عليه. لانني ما كنتش كنتظر ان مثلا غير لا باج فيسبوك مثلا الفا ديباسي لي 200000 اللي تعتبر دابا وحده من اكبر لي باج ديال الرحاله في العالم ماشي غير في المغرب. ديال ان بزاف ديال الناس غيتبعوك بزاف داكشي. دونك اوتوماتيكمون ملي تتولي انت بزاف ديال الناس عايشين معاك لي زيكسبيريونس ديالك فتتلقى بزاف ديال الناس اللي تا هما تيبغيو تتكون اما لا سيبل ديالهم هما هذوك لي جون اللي مثلا متبعينك شي حاجه فتيتقربوا ليك. بحال ديما تنعطي ليكزومبل ديال مثلا ميديا فميديا ليدي ديال هذيك لا كرونيك ديالي مع ميديا هو ان رمضان جا في البدايه ديال الصيف الناس غيسافروا ابخي رمضان دونك خاصهم واحد السيد اللي تيسافر وفي المغرب تتريفيرونس تتافيشي عليهم من الاول دونك عيطوا عليك. دونك انا ما نبقاوش ما نبقاوش في لي زيدي بريكونسو ما نبقاوش في هذيك لا نورماليزاسيون ديال لا بونسي ديال ان راه عندي اما هادي اما هادي اما هادي. لا نقدر ندير شويه من هادي مع شويه من هادي ونقاد التخليطه اللي مسلكاني انايا. و لا بيرسيفيرونس بونس سي لا كاليتي دي غون. دونك ما يمكنش شي حاجه نوصل لها بسهل الا لما تقاتلت عليها ودابا باقي تنتقاتل. اكسيلون. دونك اخر كلمه انس الناس اللي يتفرجوا فينا. اخر كلمه امنوا بداك الشيء اللي تتبغيو ديروا ماشي بالضروره السفر. امنوا باي حاجه تتبغيوها تقاتلوا على قبلها باش توصلوا انكم ديروها. لان كيف ما قلت هذاك هذاك لو بيان اتر ديال الانسان هذاك لو بانويسمون ديالو في الحياه وفي هذاك الشيء ولا في هذيك الخدمه ديالو تيجينا انايا تا هو فلوس من نوع اخر تا هو صالير توصل الانسان. دونك شكرا انس بزاف. شكرا لك كريم. انترفيو في لونتربريز في الطبيعه. انس يعيش في الطبيعه داكشي علاش اختارينا اننا نصوروا في الطبيعه. تنشكروا الناس اللي خلونا نصوروا مامور الكاميرا اللي عطاونا ليسباس ديالهم اننا نصوروا فيه. نتلاقاو في حلقه واحده اخرى مع مقاول مغربي واحد اخر في دومين واحد اخر بطريقه واحده اخرى. من هنا للحلقه الجايه تهلاو في راسكم. السلام عليكم.